صباح الخير يا متابعين في التحليل الفني الصباحي لشركة وينزر بروكر. هقدمه لكم كريم مجدي اليوم 31 يناير 2020، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. تعافي الأسهم الأمريكية بشكل عام، وطبعا مؤشرنا داو جونز بشكل خاص، وده راجع بعد إعلان منظمة الصحة العالمية إن فيروس الكورونا في الصين حالة طوارئ عالمية، وإن هم هيعملوا معاه طبعا كل الإجراءات المضادة علشان خاطر ما يتحولش لوباء عالمي. ده طبعا إلى حد ما المستثمرين وخلى الأسواق زي ما احنا شفنا لحد ما تتعافى شهية المخاطرة وانخفاض الملذات الأمنة زي الذهب، ولكن لسه طبعا الخطر موجود ولسه الأوضاع على المدى البعيد لسه ما هياش مضمونة. لكن كمان امبارح كانت رسمت نتائج أعمال الشركات صور متباينة، ده اللي خلى كمان إن هي ما تدعمش مؤشر داو جونز بشكل كامل. امبارح كان عندنا بيان وحيد هو الناتج الإجمالي المحلي الربع سنوي الربع الرابع اللي جيب نتيجة زي ما كان متوقع عليه، ونفس نتيجة الربع الثالث من العام الماضي وهو 2.1%. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار. النهاردة ما عندناش أي بيانات نقدر إن احنا نتكلم عليها، خلونا ننتقل مع بعض ونشوف التشارت ونشوف توقعاتنا ليه النهاردة. اختبار داو جونز النقطة مهمة جدا 28840، وارتداده منها للمرة الثانية خلال 3 أيام تداول بيدل على ان النقطه دي هي قويه ونقطه مقاومه هامه هي دلوقتي اللي ضاغطه على مؤشر داو جونز، مدال ايجابي ومدال متواجد اعلى. نقطه المحوريه عن 28730 ايجابي اعلى المتوسطات السعريه، ايجابي على الفلات ترند، ايجابي على مؤشر الاي ام اي، اشاره وحيده على اللوستكاستيك، ولكن هي كمان ضعيفه لوصوله لمنطقه 20 مستوى الاكتفاء البيعي. ولكن ارتداده من 28840 هو الخطر الوحيد وهو وسيله الضغط الوحيده على مؤشر داو جونز، طبعا ده بالنسبه للتشارت. ولكن مازال الاتجاه الاكثر توقعا من الاتجاه الايجابي، شرطنا الاساسي ليه هو كسر 28840، يبقى الاتجاه الاكثر توقعا هو الصعود بشرط كسر 28840 علشان يروح لل 920 وراها 29000، مره ثانيه كسر 28840 وراها 28920 وراها 29 فلات. السيناريو الاخر والمعاكس هيتحقق بكسر 28585 وراها 485 واخر نقطه عند 385. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.